السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اسمكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله شباب هنتكلم عن ماتش مانشستر يونايتد قدام في ريال. بصراحة الماتش ده نهائي اليوروبا ليج، كنت منتظر قوي الماتش ده، كنت اتمنى مانشستر يونايتد يكسب في ريال، لكن للأسف في ريال كسب وأونا إيمري فاز. يعني هو يعتبر سيد أسياد اليوروبا ليج، فاز بأربع بطولات في اليوروبا ليج، يعتبره زيدان اليوروبا ليج. شبه زيدان اللي بيكسب بدوري الأبطال 3 سنين ورا بعض، اونا امري برضو بيكسب اليوروبا ليج على حساب مانشستر يونايتد. بس اول حاجه، لو وصلت لك الحلقه دي في الاول، ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من حلقاتنا. معاك عبد الرحمن محمد، يلا بينا على طول نخش على الحلقه. يلا بينا. تمام شباب، النهارده بصراحه لما جيت اتفرجت على الماتش مانشستر يونايتد قدام ريال، مانشستر يونايتد كان اول خطا، هما ثلاث اخطاء، اول خطا سوشاير، ثاني خطا دخيا اللي انا لازم اتكلم عن دخيا جامد جدا، وثالث خطا هو راشفورد، ورابع خطا التبديلات. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الاربع اخطاء لمانشستر، وهنتكلم برضو عن فوز فيريال على حساب مانشستر يونايتد. اول حاجه بس هنتكلم عليها هو البطل فيريال. اونا امري بيحب يلعب كوره هيسيب لك الاستحواذ، يقول لك استحوذ على الكوره ايجابي. اونا امري هو بيحب يلعب كده، قال لك سيب لك الكوره العب زي ما انت عاوز وهتشوف انت هتعمل ايه. هو التشكيله بصراحة أول ما شفت تشكيلة مانشستر يونايتد ما كنتش أتمنى ديفيد دخيا يبقى موجود، عشان ديفيد دخيا بعيد خالص عن المستوى، مش شبه هندرسون. أوناي إيمري هو بيحب البطولة ديت، هو الموسم الوحيد اللي خسره بتهيألي مع نادي أرسنال، خسره قدام تشيلسي، كان نسى معنى الكورة قدام نادي تشيلسي في نهائي اليوروبا ليج. عشان ده شباب بيقول لك إن أسوأ كرة القدم هو بيتعمل قدام نادي أرسنال فقط. اونا امري هو بيحب يعرف ازاي يكسب البطوله دي، كسبها مع كل الانديه اللي ضربها مع نادي ارسنال. مش موضوعنا نادي ارسنال، لكن موضوعنا اونا امري. امري بيحب يلعب الكوره يسيب لك الاستحواذ، لكن الاستحواذ للاسف هيبقى سلبي. اونا امري خطف الجون الاول في الدقيقه 29 28، ولكن برضو مانشستر استحوذ على الكوره وكان اخطر، ولكن خطوره مش اهداف. كمان بصراحه بيقول انا موجود، انا اهم واحد في نادي دلوقتي نادي مانشستر يونايتد، وده برضو حاجه جميله جدا ان هم جددوا له عقده، جددوا له عقده كمان سنه اضافيه. ولكن برضو كمان جاب الجون، المباراه بقت 1-1، وناي امري عرف يخليك ازاي تروح على ضربات الجزاء. ضربات الجزاء بقى هنتكلم عن ضربات الجزاء، لكن اول حاجه هنتكلم عليها سولشاير. سولشاير معرفش يدير المباراه، يعني معرفش هو قدام اوناي امري. اوناي امري كان لما بيلعب قدامه كان على طول كان بيكسبه او يتعادل معاه، هو مفيش غير ماتش واحد سولشاير كسب اوناي امري مع ارسنال، بس هو ده بس الحاجه الوحيده. لكن سولشاير برده بيعمل اخطاء يا شباب. احنا النهارده شفنا دخيا برده، مش عارف ليه دخيا بدا المباراه. عندك هندرسون ده بيتهيألي من افضل الحراس في الموسم حاليا، في الموسم الدوري الانجليزي كان المفروض بصراحه يلعب، والراجل مقدم اداء حلو، لكن انت بتعتمد الخبره فين؟ الخبره على دخيا. لكن برده شباب هندرسون كان المفروض اللي هو يبدا المباراه على حساب دخيا. تاني حاجه، انت برده ما عندكش تبديلات على الدكه، انت بدات بجرينويد، بدات براشفورد، كافاني، ماكتوميناي، وبوجبا، بدات التشكيله هي بالظبط، ولكن برده للاسف مفيش تبديلات. قلت فان دي بيك مش هينفع يلعب الماتش ده، لكن انت هتنزل مين؟ نزلت فريد في الدقيقه 101. فريد انت كده بتدافع، دوت اللي خلينا نشوفه اللي فيه خطوره. الفريق بقت بتمسك الكوره وبقت بتروح على المرمى، لكن برده شباب سولشاير كان المفروض، دوت من وجهه نظري، اللي هو كان جرينويد ما كانش يبدا الماتش، كان فريد يبدا الماتش وبوجبا يبدا وراشفورد يبدا، كان زمانك معاك سلاح ينزل يعمل لك الفارق، شبه ماتش توتنهام كده، نزل جاب جرينويد، نزل جاب جون، عمل اسيست، هو دوت المفروض اللي كان يحصل، ولكن برده شباب ما حصلش. اوناي امري عرف ازاي ياخدك الى ضربات الجزاء، وهنيجي بقى على حته ضربات الجزاء. ديفيد دخيا حارس في ريال، هو بصراحه انا شفته الافضل من دخيا على مدار الماتش كله. دخيا ما عرفش يصد ضربات الجزاء، حارس في ريال كان دخل فيه 10 كرات ترجيح، ولكن عرف ينط ازاي على الكوره، كان قريب خالص على الكوره، كان ممكن يشيل الكور، لكن دخيا ما فيش خالص على الكوره. دوت اللي احنا قلنا ان المفروض هندرسون هو اللي يلعب مكان ديفيد دخيا، ولكن برضه سولشاير بدا بديفيد دخيا، علشان دوت اكبر عامل لخساره مانشستر يونايتد اليوروبا ليج في السنه ديت. ديفيد دخيا معرفش ازاي ينط على الكوره، معرفش يعمل يرمي نفسه، يتوقع غلط خالص،
اخر تسديده شاطها ضعيفه جدا، مش شبه حارس فيريال شاطها جامد ودخلت، ديفيد دخيا ضيعها. فدوت برضو من اهم عوامل خساره نادي مانشستر يونايتد اللقب اليوروبا ليج. هنتكلم النهارده على ماجواير. ماجواير برضو بالنسبه لي كان لازم يبدا، عليه اسباب ياما جدا، وحش ما بعرفش يدافع كده، حاجات كتير، لكن برضو ماجواير بيعرف ازاي يشيل الكرات الهوائيه اللي جه منها النهارده الجون بتاع فيريال. لاندلوف ما عرفش يعمل كده، لاندلوف تحس اكنه مش عارف خالص ينط، ما عرفش مش عارف ينط يجيب الكور، ما عرفش مش عارف هو يعمل اي حاجه. بالنسبه لي كان ماجواير كان بدا النهارده كان هيبقى احسن من لاندلوف بياما جدا. تمام شباب، دي كانت حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. برده عن فيلم ارم اوف ذا ديد ان شاء الله برده بس بدون حرق. ولو نسيت الحلقه الاول ما تنساش تشترك القناه وتفعل زر الجرس. من قناه عبد المحمد، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه تانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.